يتاخر بس يوم كده. قلت يا جماعه اسمع، انا البتاع ده يعني السبب شنو المؤخر؟ انا ما شايف اي ريزون انه يتاخر يعني. ف يعني طوالي قمت نزلت الاعلان يعني سريع في الـ اسمه شنو؟ في ايوه يعني الصفحه كان بتاعت فكره المبادره. نعم ايوه. يعني في وقت اللي انا كنت شغال فيه وقت البي ام او كنت مسؤول من البي ام اس ابلكيشنز ايوه نفسها، ايوه فكنت لصيق جدا بالجماعه مدير المشاريع ومدير البرامج، فكنت يعني حبيت الموضوع كده فهمته، لكن ما فهمته كشغل، لكن ما فهمته طبعا ايوه يعني كدراسه يعني. سبحان الله. الليلة تمام، الليلة قدرنا بريك ثرو للفيسبوك. لا الحمد لله تمام، الصوت كويس يعني، صوت كويس ما في مشكلة. الحمد لله. ايوه صوت واضح جدا. السلام عليكم. عليكم السلام وعليكم استاذ طالب. اخبارك؟ ان شاء الله طيبين. الحمد لله والله تمام، الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. السلام عليكم. عليكم عليكم السلام ورحمة السلام الله. ورحمة الله وبركاته. طيبين زينين كويسين والله الحمد لله تمام. الحمد لله رب العالمين. سؤال كده قبل ما تخشوا في الغريق زي ما قال، تفضل. الكويز ده يا دكتور عندكم له زمن بتحددوا فيه الحل، ولا الناس ده شغالين بيقشوا ساي قبل ما نحن نجي؟ والله الناس زي حددوا لكم الوقت، لكن انتوا شكلكم ما جاوبتوا معاهم. ما انا والله ما انتبهت لوزارة الوقت دي. ايوه ها؟ حددوا لكم وقت، لكن طيب لأن أمس حليته متأخر، بس الليلة برضه حليته متأخر، فبعض الإجابات مشفوفة زي ما قالوا. اوكي. لا إذا في الحالة دي تعمل أطرش وأعمل حد ما تعي. بالضبط كده. ما تخش ما تسمع ال طيب ايوه. يا شباب اي سؤال اي نقاش تفضلوا لحد ما نظبط ناس الفيسبوك. شايف اللايف وصل الفيسبوك. اي لا ما شاء الله ما شاء الله. طيب نرجع للشباب هناك بيكونوا منتظرين في الباب. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم مساء النور عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام. السلام عليكم شباب كيفكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله. في شباب وفي شياب، شيل الاثنين مع بعض. شباب. السلام عليكم. قول لكم شباب. شباب شباب. وعليكم السلام. اسمع كلنا شباب. كلنا شباب. ما فينا زول كبير. اسمع ما عايزين اي ديسكريميشن، كلنا شباب. ايوه. الكلام ده لانه بيهبشنا يا حبيبي. والله انا اكثر زول بيهبشني طبعا، انا معاكم شباب. لا كلنا شباب. ايوه لك وقالوا شباب شباب القلب. شباب اي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عليكم الجو مبارك عليكم طبعا. مساء الخير عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. طيب يا جماعه خلونا كده يعني كده مثلا اسامه كده ادينا كده نبذه سريعه عن يعني مشروع صغير، سيناريو بتاع مشروع صغير، وانه الطريقه بتاعت التنفيذ بتاعته كيف يعني. والله يعني انت عايزه في الكتاب ولا في الحياه العمليه العاديه؟ في الحياه العمليه العاديه. الحياه العمليه انا لقيت مشاريع كثيره صراحه، لكن المشاريع كلها كانت اغلبها بتكون دائما هي مش بتكون يعني يعني حاجات محتاجين لها اساسا المفروض تتعمل، او مشاكل المفروض تتحل يعني. اغلب التريجر بتاعت المشاريع بتكون المشاكل عايزه تتحل. يعني مثلا شارع في مشاكل في الشارع، شارع زلط او مثلا او كوبري او مثلا توصيل مياه لمزارع مثلا، كانت المشاريع كانت بتتعمل، وكنا بنعمل حاجه اسمها اللي هو الناس بيعرفوها هسه حاليا اسمها البيزنس كيس. ايوه البيزنس كيس كنا
بنحدد فيه يعني نحن ليه عايزين نعمل المشروع ده، وبنحدد فيه مثلا المدى الزمني بتاعه احنا محتاجين له بيتين، يعني ده بيكون دايما كلها رصد كده بتكون طبعا حاجات استيميشن. نعم. كنا بنحدد فيه الميزانيه المتوقعه، وكنا برضه في البزنس كيس كنا بنعمل حاجه مهمه، كنا بنقسم الميزانيه على السنوات، يعني مثلا المشروع اذا كان هو بياخد 4 سنوات ما بناخد الميزانيه كلها مع بعض، بنفترض ان كل سنه حيكون عندنا ميزانيه مختلفه لانه حسب الاسعار بتتغير وحسب الاشياء بتتغير. نعم. بعد ذاك البيزنس كيس ده كان بيدرس من استشاري، يعني كان بيكون مدير المشروع موجود، هو كل لسه ما تعين طبعا لكن بيكون موجود يعني في انفولف مع الجماعه دي، وبكون في واحد انت يكون يعني في مكتب استشاري كان بيساعد في البيزنس كيس ده وبيديك الادفايس. نعم. بعد ما يتوقع البروجكت كارتر عداد بياخد فتره صراحه ما كان بيبدو طوالي، بياخد فتره يعني مثلا شهر شهرين لحد ما يحضروا في فتره تبقى التخطير. انا حاليا التخطير دي غير البلان، يعني كان انه بيحضر انه يعني يشوفوا انه يوفروا البادجت، يوفروا الميدانيه، يوفروا مثلا المكاتب، يوفروا حاجات كثيره بتكون اول شيء، بعد كده بيعملوا البلان. ممتاز. طيب معلش اقاطعك شويه، يعني اسئله لحد الان الحاجه اللي احنا درسناها اللي هي الفريم ورك والانتجريشن والسكوب مانجمنت والسكيدول لسه ما كملناه، ولكن الحاجه دي لو رجعت قالوا لك اعمل واحده من المشاريع الفاتت، فبتلقى انه الحاجه اللي حد الان تناولناها دي بتفيد المشروع بيتر يعني. الله عليهم. بصراحه يعني بصراحه انه طبعا هو الناس ما بتستخدم كل التولز اللي قاعد نتكلم عنها، كل المفاهيم بس قاعد يستخدمها في الكتاب دي. صح. يعني ده مستحيل، انا بصراحه ما شفت كلام زي ده، لكن في النهايه هم بيستخدموا اغلب الحاجات الرئيسيه، يعني البروجكت شارتر بتتعامل، البزنس كيس بتتعامل، البلان كانوا بيركزوا في السكجول، بيخشوا طوالي ما يعني في السكوب ده كان بيعتبروه يعني حاجه بيخشوا عليه بطريقه يعني بسيطه، يعني ما بيركزوا فيه، لكن بيركزوا في السكجول اكثر والتاسك والديتيلز بتاعت التاسك والحاجات دي. بينظروا لل طريقه التنفيذ والنتيجه. ايوه بينظروا على بيعملوا على السكجول ثاني، يعني بيعتبروهم هم كلهم بما في واحد السكوب والسكجول والحاجات دي كلها في مكان واحد يعني. نعم. هي طبعا دي واحده بالمناسبه، دي واحده من المشاكل يعني حسب البحوث اللي اتعملت كده، واحده من المشاكل اللي في المشاريع يعني انه ما يعني ما في بروبر فريم ورك يعني كويس، فعشان كده مثلا البي ام اي دي لما جو عملوا لاحظت يعني ناس هم وصلوا ل ديما يعني استاذ تقول هيك انا يعني انا لاحظت لما درست معك في الكورس انه لاحظت انه كان في حاجات كثيره، كان في اخطاء كثيره وفي خسائر كثيره كان ممكن نتجنبها بان نستخدم الميزوري بتاعت الطريقه الطرق المعينه بتاعت البي ام اي دي لانها بس كده، فكان عندنا مشاكل كثيره وفجاه بتكون في تاسك ما اتعمل، في تاسك المفروض يتعمل، وبعدين في نفس الحاجات والله كان عامله مره ثانيه. صح فهم شوف انت عارف سبحان الله يعني هم يعني الناس في ما كل مره بغيروا او مش بيغيروا، هم بيعملوا ابديت للمنهج بتاعهم، هم ذاتهم منهجهم ده البي ام بي ده متعاملين معه كمشروع بالمناسبه، نفس الفكره يعني تشينج ريكويست، عشان كده طوالي لما ان شاء الله تسجلوا في البي ام اي كده بيجيكم طوالي يعني سيرفيز منهم، بيجيكم منهم يعني عندهم مشاريع على سنه الواحد لو دار يشتغل فيها فولنتير وكده للخبره وكده، فهم الحاجه دي كلها لشنو؟ عشان يعملوا بروبر ابديت للمنهج بتاعهم. لكن السيستم انت اللي ذكرته اللي هو بتاع البي ام اس وده يعني بصراحه يعني كان تطبيق عملي يعني تام بكل السكيبس اللي بيستخدمها حاليا دي كانت موجوده في البي ام اس بتاع مايكروسوفت. تمام. شكرا جزيلا، شكرا يا اسامه، كتر خيركم. نبدا يا شباب. ان شاء الله السؤال ان شاء الله السؤال سريع. عليكم السلام. السؤال ده انا حاساله لكل يوم، حنساله لواحد مننا يعني انك انت قبل كده اشتغلت في مشروع وشكل المشروع كان كيف وكده، وانه الحاجات اللي درستها هنا سو فار دي يعني طلب منك تنفذ المشروع الزمان يعني حتطبقها ولا لقيت انها زي ما قال اسامه يعني المشاريع ما كلها بتاخذ وده كلام سليم طبعا، ده كلام سليم يعني ما في مشروع بتطبق فيه الحاجات دي كلها 100% بالذات النولج ارياز، لكن المشروع بتاعك عشان يكون بروبر مشروع والاوبجكتيف بتاعه مت
انت لازم تطبق فوق البروسيسز اللي هي الخمسه بروسيسز فوق في الظاهر لكم في هنا في الشاشه تمام. طيب نبدا خلونا بس سريع كده نرجع لل مين الحفظ يا جماعه النولج النولج ارياز يا شباب النولج ارياز في ذول حفظهم العشره او متذكرون او النولج انا متذكر لكن ما بترتيب ده ما بترتيب اوكي ما مشكله حاولوا تذكرون يس هبه تفضلي ايوه صوت معكم وعليكم السلام وعليكم السلام صوتك بدقة كده واضح كده واضح ايوه تفضلي طيب النولج ارياز بنبدا بالانتجريشن السكوب مظبوط الاستشديول الكواليتي عندنا الريسك الستيك هولدرز كوميونيكيشن بريكتورمنت وريسورسز اوكي تمام يعني انت حافظاهم العشره تمام بس المره الجايه حاولي انك انت قلتيهم بالترتيب ارتبهم اوكي ان شاء الله فيري جود طيب نحن بس سريع كده خلونا نمر عليهم اللي هم ديل النولج ارياز يا جماعه ديل هم انت البروسيسز اللي بتستعملها عشان تصل عشان تنفذ اي واحده من الـ من الـ من ال 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 ممتاز ممتاز نعم سوري طيب دي طبعا البروسيسز دي يا جماعه مهمه جدا جدا يعني انت مثلا لما تيجي تعمل الانتجريشن لازم تكون عارف السبعه بروسيسز في الانتجريشن تمام السكوب عندك فيه سته بروسيسز اوكي نحن كلهم غطيناهم غطينا السبعه اللي هنا بتاعت الانتجريشن وغطينا السته بتاعت السكوب اوكي ولسه شغالين في السكادول تمام الاسكيدول يا جماعه الاسكيدول لانه مهم جدا جدا كويس انت لانك بتحدد فيه الاكتيفيتيز بتاعت المشروع ذاته بتحدد فيه النشاطات بتاعت المشروع والنشاطات اللي انت بتدير بها المشروع فديل الحاجتين ديل انت بتحددهم انت حددتهم في الاسكوب لكن هنا بتيجي بتحددهم بتفاصيل بتحددهم بتفاصيل وبعدين بتديهم الزمن بتاعهم يعني اي اكتيفيتي بتعمل لها استيميت للديوريشن بتاعها تمام طيب نحن اتكلمنا عن البلان schedule management اللي هي دي الخطه ذات اللي انت بتدير بيها الفتره بتاعت اول بروسيس بتاعت السكيدول تمام اللي هي الدوكيمنت يعني بتخط فيها الخطه بتاعتك كلها اللي انك انت بتدير بيها جدول المرحله بتاعت الجدول الزمنيه بتاعت البروجكت تمام بعد ذلك ديفاين اكتيفيتيز انت بتيجي بتحدد الاكتيفيتيز بتاعتك طبعا بتحددها من الـ من الـ من الـ من السكوب بتاعك من السكوب بلان مانجمنت ومن البلان سكوب ستيتمنت انت بتيجي بتحطهم بعد ذلك بتبدا تفصل تفاصيل الاكتيفيتيز تمام السكوب يا جماعه هو النظام لكن هنا في الديفاين اكتيفيتيز في السكيدول اللي انت بتحدد الاكتيفيتيز ذاتها تمام بعد بتبدا تسميها اساميها الحقيقيه تمام بعد ذلك بتجي بتربطهم مع بعض تمام بتشوف الله اكتيفيتي A بعدها بتبدا B C بتبدا مع نهايه B لكن دي بتبدا اذا C انتهت او B انتهت دي طوالي بتبدا تمام فدي امبارح احنا اتكلمنا عن الريليشن دي الريليشن شيب بين الاكتيفيتيز ودي احنا سميناها سيكونس اكتيفيتيز تمام طيب انتهينا ربطنا عرفنا كل التاسكات بتاعتنا بنيجي نعمل لها شنو بعد ما نعمل لها استيميت للديوريشن بتاعها في استيميت الديوريشن احنا اتكلمنا عن الانالوج استيميشن اللي هو القياسي انه والله يا اخي قبل كده الاكتيفيتي بتاعت الصبه دي اخذت مننا اسبوعين اوكي معناه في المشروع ده برضه حتاخد اسبوعين اوكي طبعا ده كلام ما بيظبط في المشاريع الكبيره لكن في مشروع صغير ممكن يظبط تمام بعد ذاك بنجي لحاجه اسمها البارامتريك استيميشن اوكي دي اللي هي اتكلمنا عنها امبارح فيها الريجريشن شرحتها لكم استاذه سلمى تمام الليله برضه يا جماعه بنواصل في الاستيميت اكتيفيتي ديوريشن وفيها حاجه مهمه جدا جدا اللي هي يا جماعه بنجي للكريتيكال باث تمام فالليله المحاضره بتاعتنا ان شاء الله هتكون
في الحته دي، هنحاول انه نخلص فيها الاستيميت اكتيفيتي ديوريشن، وهنبدا شويه في الديفلوب سكيدول. بكره هنكمل، انا طبعا وعدتك وانا اكمل الليله، لكن لقيت انه لا ما بينفع الحته دي اعمل لها رش، لانها حته مهمه جدا وفيها حسابات بتاعت الاكتيفيتيز والديوريشن بتاعها. برضو الحاجه اللي هنجي نعملها الليله دي برضو بتفيدنا يا جماعه في المرحله الجايه اللي هي في الكوست، لانه الكوست مربوط بالاكتيفيتيز. انت برضو ممكن تستخدم عندنا في انت لو ملاحظين هنا استيميت كوست، اوكي، وهنا عندنا استيميت استيميت اكتيفيتي ديوريشن، فالاثنين دول يا جماعه مربوطات مع بعض. لو ما انت قدرت تعمل استيميشن صح للديوريشن بتاع الاكتيفيتيز، بالتالي ما حتقدر تعمل لها استيميت كوست، بالتالي ما حتقدر تعرف البودجت بتاعتك. تمام؟ نحن هنا في الحته دي يا جماعه كلنا بنتكلم عن الاستيميت، ونجي نشوف واي ات از استيميت، ليه ما فيكس. تمام؟ طيب خلونا نعمل شير للسلايد بتاعتنا. تمام، اوكي، نشوف الاجنده بتاعتنا يا جماعه، اللي هي الاستيميشن تكنيكس، هنتكلم عنهم ثاني او مش نتكلم عنهم، هنكملهم يعني. وهنبدا في الديفلوب سكيدول، يعني خلاص انا انتهيت من الاستيميشن بتاع الاكتيفيتي بتاعتي كلها، بعد ده ببدا اخدهم في التايم تيبل الحقيقي، في الخطه الزمنيه الحقيقيه اللي هي دي بتكون معلقه في السايت اوفيس او في الكونستراكشن اوفيس او في المكتب بتاع مدير المشروعات او في الكانتين بتاعهم او في الحته اللي بيكونوا قاعدين فيها. تمام، او بتكون في اللابتوب بتاعك وفي الكمبيوتر وكده يعني. طيب احنا نجي نشوف الاستيميت اكتيفيتي ديوريشن. احنا امبارح اتكلمنا عن ال 1 بوينت استيميتنج، اللي هو نفر واحد بيجي بيحدد مثلا شغله معينه، بقول والله يا اخي التصميم بتاع الصفحه بتاعت الويب سايت بتاخد مننا يوم. تمام، فنحن خلاص بناخد الكلام بتاعه ده، وطبعا احنا ورينا انه الخطوره بتاعتها وين دي، لان لو حصل اي مشكله فيها المده زادت او نقصت بيحصل عدم ثقه هنا في الحته دي، بيحصل عدم تراست. تمام، عدم تراست في السيستم اللي انت شغال به، وممكن عدم تراست في الشخص اللي اداك العمل لك الاستيميشن في الحته دي. طيب الانالوج استيميتنج اللي هو ده القياس، انه والله يا اخي زي ما قلت انه والله يا اخي الحيطه دي عاده احنا بتاخذ مننا يوم، اوكي، فخلاص انه والله يا اخي قبل كده احنا عملناها في يوم، خلاص معناه هنا برضه لانه هي نفس المقاسات وكده معناها بتعدي يوم. تمام، هنا خشينا في البارامتريك استيميتنج، وده فيه الحته بتاعت الريجريشن استيميشن اللي اتكلمت عنه سلمى امبارح. تمام، طيب نجي حاجه يا جماعه اسمها الهيوريستكس استيميتنج. الهيوريستك استيميتنج دي يا جماعه يعني عندك انت بتقول شنو؟ بتقول والله يا اخي 80%، خلوني بس امشي لكم عليها، وبعدها بنيجي نتكلم عن الثري بوينت استيميتس، او هي دي البيرت اناليسيس، فدي هناخد فيها جزء كبير في المحاضره. تمام، وعندنا ريزيرف اناليسيس. طيب نجي نشوف الهيورستكس. الهيورستك دي يا جماعه في رول بتقول انه يا اخي الرول اسمها 80 20. 20 شنو؟ انه والله يا اخي مثلا 15% من الشغل بتاع البروجكت ده هو الديزاين. تمام، يجي مثلا برضه هي اصلا طالعه من انه والله يا اخي 80% من المشاكل راجعه لانه والله يا اخي نحن ما عرفنا 20% من الروت كيس بتاع المشاكل. تمام، اجين مثلا الديزاين ده بياخد من العمر بتاع المشروع كله بياخد 15%. البنيان بتاع الحيط كويس في العماره كلها بياخد 60% من او 80% من عمر المشروع. تمام، التصميم بياخد 20%. تمام، فهذه هي اللي هي استدلال، هيورستكس اظن بالانجليزي نهاد خالد اظن هي استدلال. تمام، فانت بتستدل بتقول والله يا اخي مثلا التصميم بياخد مني 80% وباقي الشغل بياخد مني 20%، او العكس يعني حسب اللي انت البروجكت اللي انت بتشتغل فيه. والحته دي يا جماعه هنا استيميت، وتختار انت الاستيميت على حسب المشروع بتاعك، عشان كده نحن بندرسهم كلهم يعني. تمام،
عندنا هذه المهمه دي اهم واحده يا جماعه 3 بوينت استيميتنج اللي هي دي البيرت اناليسيس. في البيرت اناليسيس يا جماعه عندنا حاجه اسمها اوبتيمستيك دي يعني شنو؟ انه الديوريشن بتاع الاكتيفيتي دي او المده الزمنيه بتاعت الاكتيفيتي دي مثلا بتاخد 3 يوم يعني على احسن الفروض او هي دي طبعا يعني ميل لكده احسن الفروض والله يا اخي الاكتيفيتي دي بتاخد 3 يوم. نجي مثلا موست لايكلي اوكي ممكن موست لايكلي يعني حاجه قريبه من الحاجه الصحيحه اوكي انها بتاخذ مثلا 7 يوم تمام. نجي ننظر ليها على اسوء الفروض انه والله يا اخي بتاخذ 10 يوم تمام. طيب نحن الحاجات دي الثلاث دايرين لهم ليش؟ طيب دايرين لهم يا جماعه عشان نجي نحسب بيهم الاكتيفيتي اوكي. طيب الثري بوينت استيميت او البيرت يعني ثاني طوال حتلقوها اسمها بيرت. مجرد ما قال لك بيرت معناه انت الاستيميشن بتاعك حيتبني على الاوبتيمستيك والموست لايكلي والبسمستيك تمام. دي هي ذاتها فيها تو ابروشز انت ممكن تستخدم اللي بيعجبك. طيب في تراينجلر ديستريبيوشن اللي هي ده بتجمعنا الثلاثه بتجمع احسن الفروض واسوء الفروض والحاجه القريبه اوكي وبتقسمها على ثلاثه تمام. عندك البيتا ديستريبيوشن اللي هي بتجمع الاوبتيمستيك زائد 4 مضروبه في الموست لايكلي بلس البستيمستيك وتقسيمهم على 6 تمام. طيب ليه هناخد مثال. طيب البيرت استيميشن يا جماعه كان بي يوز بوث فور تايم اند كوست استيميت. شفتوا هنا دي الخطوره بتاعت البيرت اناليسيس عشان كده لازم احنا نفهمه تمام لانه ده بتعمل بيه استيميشن للزمن وبتعمل له استيميشن للكوست. طيب عندنا حاجه يا جماعه اللي هي الانحراف المعياري. عندنا حاجه اسمها يا جماعه الانحراف المعياري. الانحراف المعياري ده اظن كلنا مر علينا كويس وممكن يكون سلمى لو لسه لانها شغله ما جات لكن ممكن بعد فيها حتشرح علينا اكثر لان ده شغل بتاع احصاء وكده يعني تمام. طيب نحن بنحسب الانحراف المعياري يا جماعه بنحسبه من هناك من الـ اللي هي البستميستيك ماينس الاوبتيمستيك على 6. طيب واحد يجي يقول لي يا اخي نحن حنجيبها من وين الاوبتيمستيك والموست لايكلي والبستميستيك؟ دي انت بتجيبها من الاكتيفيتي او من تحديد الاكتيفيتي ديفاين. انت عملت ديفاين للاكتيفيتي وجبت الناس الخبراء اللي قاعدين معاك وانت ذاته بحسب خبرتك والله يا اخي مثلا البنيان بتاع الحيطه دي لو الظروف كانت كلها تمام وكل شيء جاي في وقته بتاخذ منها 3 يوم كويس. لو الظروف بقت سيئه وكده بتاخذ مننا 7 يوم اوكي. حاجه في النص بيناتهم يعني بين كده وبين كده ممكن تاخذ 4 يوم او 5 يوم اوكي. الحاجه دي يا جماعه انت اللي بتحددها ما بتحددها مع التيم بتاعك ومع الناس الاكسبير جادجمنت في الحته دي تمام. طيب انت بتجي بتحسب الاكتيفي فيريانس اللي هي الفيريانس اللي هي الاختلاف بتاع الاكتيفيتي دي اوكي. او يعني انا ما اعرف بالضبط بالعربي شنو لكن هي فيريانس دي حاجه يعني في اختلاف يعني. طيب نجي نشوفها هنا يا جماعه دي ده الغنوم بتاعها تمام. الاربع قوانين ديل يا جماعه ديل لازم تحفظوهم ديل ما داير لها اي هيستيشن تحفظهم كلهم انه والله يا اخي البيرت استيميت عندها اثنين عندها ترانجولر ديستريبيوشن ديل بتجمع الثلاثه استيميت وتقسمهم على ثلاثه اللي هي تطلع المتوسط بتاعهم. عندك البيتا ديستريبيوشن اللي هي بتجمع الاوبتيمستيك بلس 4 تايمز الموست لايكلي بلس البستيمستيك بتقسمهم على 6. بتجي بتعمل الانحراف المعياري اوكي وبتعمل الاكتيفيتي فاريانسز. طيب ديل حنجي نوضح لكم اكثر هسه عشان نشوف المثال بتاعهم. ديل كلهم انت بتعملهم شنو يا جماعه عشان تحدد قيمه بتاعت او مده زمنيه بتاعت اكتيفيتي واحده. طيب خلونا نشوف. طيب سريع قبل ما نمشي على المثال الاستيميشن كان بي جيفن ان رينج يعني دائما يا جماعه اي حاجه انت بتعمل لها استيميت بتقول والله يا اخي الحاجه دي تقريبا بين كده وبين كده تمام يعني ما بتكون عندها فيكس عشان كده احنا
استخدمنا الاوبتيمستيك والموست لايكلي والبستيمستيك. استيميتد اكتيفيتي ديوريشن اوكي. انت عشان تطلع الاكتيفيتي ديوريشن بتجمع المره الاولى بتجمع الستاندرد تجمع ليها الستاندرد ديفيشن، المره الجايه بتطرح الستاندرد ديفيشن عشان تجيك عشان يجيك الاستيميت الاستيميت الرينج بتاع الاستيميت تمام. طيب انت عندنا احنا يا جماعه في الاكتيفيتي امس قلنا يا اخي والله الاكتيفيتي دي عندها اند وعندها ستارت تمام. اي اكتيفيتي انت لما تعمل الاستيميتد اكتيفيتي ديوريشن بلس الستاندرد ديفيشن ده معناه النهايه بتاعت الاكتيفيتي تمام. لما تجي تجيب الاستيميتد اكتيفيتي ديوريشن وتطرح منها الستاندرد ديفيشن دي تجيب لك البدايه بتاعتها تمام. طيب الكلام ده انا بالنسبه لي ضباب لحد الان. يلا نجي نشوف في المثال. طيب you ask a software developer about his estimation of specific screen in your project. انت مشيت للراجل بتاع المصمم بتاع البرامج ده وانت عايزه لحاجه معينه السيستم اللي اتكلمنا عنه امبارح اللي هو البيلينج سيستم. انه والله يا اخي البيلينج سيستم دي انا دارك تعمل لي شاشه مثلا بتاعت الفيدباك مثلا تمام. قال لك هو قال لك شنو؟ قال لك والله يا اخي البتاع دي لو الامور كلها تمام احنا بنعملها في 5 ايام كويس، ولو على اسوء الفروض احنا بنعملها في 15 يوم، ممكن ننجزها لك في 7 ايام اوكي. طيب انت طبعا بتشيل كلامه ده وبتمشي تدخله في المعادلات اللي تكلمنا عنها قبل شويه عشان انت تجيك الستارت بتاع التاسك والاند تمام. طيب السؤال هو what is triangular and beta distribution birth estimates standard deviation and activity range for the development of this task. اتوقعوا سؤال زي ده يجي في الامتحان، ما في امتحان بيطلع منه السؤال ده، يعني ده سؤال جبن. طيب نجي نحسبه، سهله جدا جدا. اول حاجه نحن نجي قلنا triangular distribution 9 يوم، ليه 9 يوم يا جماعه؟ في زول كتب الارقام دي؟ 7 زائد 15 22 زائد 15 زائد 15 22 معلش يا دكتور انا ما شايف انا سايق اوكي كلها 27 بتجمعهم كلهم 7 زائد 5 12 12 زائد 15 27 27 على 3 جداول الضرب ها 9 جود فيري جود. فجاني الترينجلر ديستريبيوشن جاني 9 ايام. طيب انا داير اعمل البيت المفروض يكون كم يوم؟ البيت اللي هو البيت او بلس 4 ام. نرجع للمعادله بتاعته. المعادله بتاعت الترينجلر او بلس 4 ام بلس ال 2 على 6 على 6 تطلع رقم اللي هي 5 او بلس 4 بلس ام 5 زائد 4 في 7 اها 4 7 28 28 زائد 28 زائد 20 48 48 على 6 8 8 ايام تمام. طيب انا عملت بديت المعادلات بتاعتي كويس، جبت الترينجلر ديستريبيوشن 9 ايام و8 ايام تمام. طيب الستاندرد ديفيشن 1.67 جات من وين؟ جات من المعادله دي. دي المعادله بتاعت ال الاكتيفيتي ستاندرد ديفيشن اللي هي بي ماينس او على 6. بي كم؟ بي 15 15 ناقص 5 10 10 على 6 10 على 6 10 على 6 3 10 على 6 1.67 اكسلنت. طيب الاكتيفيتي فيريانس احسبوا لنا هنا المعادله اللي هي بي ماينس او على 6 مرفوع للقوه 2
بي ناقص 6 بي اللي هي 15 ناقص 5 10 هتكون 1.67 دي الستاندرد ديفيشن يس اضربها في 2 او اضربها في 4 اضربها في نفسها نعم هجيك كم 2 هتجي كم بس هنا دي اضربها في نفسها ال 1.67 نعم 3.37 اوكي طيب يلا تجيب الاكتيفيتي رينج الاكتيفيتي رينج يا جماعه في الترانجولر نحن قلنا بيضيف الترانجولر بلس او ماينس الستاندرد ديفيشن والبيتا برضه يعني عشان تجيب الاستيميشن اللي هم الاثنين في الحالتين 2.7 ولا نعم 2.7 ولا 3 اللي هي ال الفيريانس الفيريانس اللي هي 1.67 بتضربها في نفسها يعني القيمة بتاعت الستاندرد ديفيشن بس بتضربها في نفسها اللي هو 2.7 صح 2.7 تمام طيب نحن هنا 9 بلس 1.67 حيكون كم حيكون 10 يوم 0.67 اوكي طبعا احنا ما عندنا حاجه اسمها في الايام 0.67 تمام دي انت بي يعني يا اما جبرتها لاثنين او على حسب التقدير بتاعك لكن لو هنا مثلا جبرتها لاثنين هنا برضه تجبر الاثنين عشان ما يكون عندك خلاف لانك هنا ده النهايه بتاعتها يعني انت والله يا اخي التاسك دي تنتهي بعد 11 يوم تمام وبتبدا 200 بتبدا بعد 10 يوم معناه التاسك دي بتاخذ مني يوم واحد في اليوم التاسع بتبدا في اليوم العاشر بتنتهي معناه بتاخذ مني يوم واحد ده انت لو هنا جبرتها الاثنين او والله يا اخي انا ما داري اجبر الاثنين حاسس انه الامور كلها فاين وكذا ممكن اخليها 1.5 انه والله يا اخي في اليوم العاشر في نص اليوم ال11 التاسك دي بتنتهي بتبدا في نص اليوم التاسع ونص يعني نص اليوم بتاع خلاص دي 9 يوم في نص اليوم البكره بتبدا بتنتهي بعد يوم تمام anyway في امثله بكره الاكتيفيتيز كلها بس حتكون امثله زي دي احنا محتاجين لها ليه محتاجين يا جماعه عشان تطلع الاكتيفيتي وبعدين تبني النتورك دياجرام بتاعك في أي سؤال هنا يا شباب؟ في سؤال؟ الكسور دي عشان أقدر بها اليوم؟ لا الكسور دي ما بتطلع لك من الحسابات أنت لما تجي تعمل لما تجي تعمل المعادلة بتاعتك دي لازم تطلع لك فيها كسور أو غالبا تطلع فيها كسور فأنت الكسور دي يفضل انه الكسر لما يكون فوق للفايف تجبروه ليه زي اللي عندنا في الجبر بتاع الكسور اي حاجه فوق للفايف بتجمعها للعدد البعد يعني العدد الصحيح حاجه اقل من النص بتشيلها يعني تمام لا ده لشنو يعني للزمن بتاع المشروع ولا لشنو بالضبط الزمن بتاع الاكتيفيتي نحن بنتكلم عن انه تعمل استمرار تغذي الاكتيفيتي محدده يعني مثلا الاكتيفيتي بتاعتي يركبوا الدواليب بتاعت المطبخ تمام انت حتحسبيها كيف حتعرفها كيف بتجيبي نحن عندنا ثلاثه تغادير اللي هو التقدير على اسوء الفروض واحسن الفروض وحاجه في النص كويس مثلا بتجيبي النجار ده بقول لك والله يا اخي البتاع ده لو الامور كلها تمام وكده والكهرباء ما قطعت هيتعمل في 10 يوم تمام لو والله يا اخي الكهرباء مثلا انقطعت او والله العده بتاعتنا دي مثلا ما جت في وقتها او الخشب ما جاء في وقته والله بياخذ مننا مثلا اسبوعين طيب حاجه في النص بقول لك والله يا اخي ممكن 12 يوم انت بتشيل الثلاثه غيم دي وبتمشي بتحطيها في المعادله بتاعت التحسيب بيها الديستريبيوشن تمام لو رجعتي للمثال
لو رجعت للمثال ده بتلقيه واضح جدا جدا، وهي كده بس ما عندها يعني ما عندها اي ثاني هيدن، ما عندها هيدن اجنده، بس يمكن الحاجه اللي عملناها دي الاكزامبل ده امشي بس تطبيقيه في انا حديكم نازله كويس، هاخدها لكم بعد المحاضره في الجروب تشتغلوا فيها عشان تطلعوا الديوريشن بتاع اي اكتيفيتي. ايوه يا هبات دكتور وهب الله شافك رافع يدك يا دكتور عامر باشمهندس عامر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اوكي انا معك يا ريس لحد الموضوع بتاعي انه انا قدرت اجهز في المعادلتين الترينجل والبيتا اوكي. طيب الاثنين ادوني قيم يعني مثلا دي 11 تمام ودي 10 اوكي. ايوه انت عملت بيناتهم زي مزج كده وعملت ميكسينج، معلش ممكن تعيد لي الميكسينج اللي حصل بيناتهم انه ده بعمل بيحصل شنو ده بيحصل شنو بيناتهم؟ طيب انت هنا انت ما جبت القيمتين هنا انت معي هنا شايف الماوس دي اللي انا كلهم جبتهم اوكي اتفقنا عليهم دي جبتها ما عندك معها مشكله دي جبتها ما عندك معها ممشكله وهنا جبت الستاندرد ديفيشن تمام اوكي الانحراف المعياري. طيب نحن الحاجات دي دايرينهم شنو؟ نحن الانحراف المعياري بنجمعه ل ل ل لواحد يعني ممكن بتجمعه مثلا للتسعه او جمعته للثمانيه ما فرقت كويس. لو طبعا. لما انت تجمع الانحراف المعياري للاثنين دي لاي واحد فيهم معناه انت ده الاند النهايه بتاعت النهايه بتاعت الاكتيفيتي تمام. لما تنقص الانحراف المعياري منهم الاثنين من دي اول ومن دي اول معناها دي البدايه بتاعت الاكتيفيتي. يعني مينينج انه هنا خلاص سبوز دي اثنين انسى انها عشان ما تقول دي اثنين. طيب اثنين زائد تسعه كم؟ 11 اوكي انه والله يا اخي الاكتيفيتي دي بتنتهي لي في اليوم ال 11 اوه تمام فهمت عليك انا كده. هنا نقل اطرح اثنين دي اطرحها من تسعه سبعه تبقى معك سبعه معناها في اليوم السابع تمام. هاي يا باشمهندس الاكتيفيتي تاخذ مني كم؟ تاخذ معك الفرق ما بين السبعه و11 اللي هي كم؟ اربع يوم اربع ايوه معناها الاكتيفيتي بتنتهي لي في اربعه. طيب نجي نشوفها هنا بالبيتا. طبعا انت دي بتختار حسب المشروع. يعني انا والله يا اخي داير اعمل بالبيتا ما داير اعمل بالترينجل اوكي لانه انا حاسي دي انت طبعا بترجع شنو بترجع للمعادله. لو حاسس انه الحاجات قريبه من بعض بتعملها بالترينجل. لو حاسس انه والله يا اخي الاستيميشن بعيد الراجل ده اسوء الفروض بعيد جدا من احسن الفروض تمام هنا طوالي تمشي للبيتا ديستريبيوشن تمام. نفس الشيء تجمع هنا الاثنين ل 8 10 وتطرح الاثنين من 8 تبقى 6 اوكي 6 معناها في اليوم السادس بتبدا ليك وفي اليوم العاشر بتنتهي معناها بتاخذ منك يومين. بس الافضل في الموضوع بتاع أربعة. الجبر ده برضه 4 نعم برضه 4 6 برضه 4 اكيد برضه 4 هاي ما 6 و10 تمام ما شاء الله انت متابع. بس في سؤال ثاني يا الحبيب تفضل. انا ما الترينجولر ديستريبيوشن اللي هو ده الاستيميتد دايز اوف فينيشينج ذا اكتيفيتي صح؟ ايوه لا انت بتجيب انت هنا ما يعني دي هنا لحد الان ما وصلت لحاجه. انت هنا بتصل ليه لما تجمع الانحراف المعياري لما تجمعه للترينجل او للبيتا لما تجمعه ده معناه بيديك النهايه بتاعت الاكتيفيتي. لما انت تطرح الانحراف المعياري من الـ الستاندرد من الديستريبيوشن بيديك البدايه بتاعت التاسك. تطرحهم من بعض بيديك المده الزمنيه اللي بتاخذها الاكتيفيتي. طيب تمام يعني انا هنا اللي بيهمني اللي بيحدد لي الزمن بتاعت التاسك بتاعتي الاكتيفيتي رينج. بالضبط كده. طيب تمام عامر ما هو ليه انا مثلا ابدا بعد 7 يوم ولا انت؟ لانه انا الحته دي انا ما فاهمها. احتمال يكون مثلا عشان جاي انت ما حضرت معانا امس. اي
اي امس انا نمت فتحت هنا ونمت لانه مداوم صباح وما نمت اول امبارح فكملت ونمت. ما في مشكله بس لو رجعت لو رجعت للمحاضره بتفهم ان احنا هنا جينا استعملنا الحاجه دي ليه. خلاص تمام تمام يا شباب. اوكي جو اهيد. طيب نعمل مسح سريع للحاجه دي. ال 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 الامثله في امثله كويس في زي تيبل كده بخط لكم فيه كم واحده عشان تحسبون وبتكون لكم واضحه يعني ما تخافوا من الارقام وال يعني تفتكروا انها رياضيات وكده فهي حاجه مساله بسيطه يعني ممكن الزول يستعملها برضه في تقييم الحاجات بتاعته مثلا يعني كويس برضه ممكن تستعملها في حياتك العاديه عشان تصل لاكيوريت او لاكيوريت استيميشن. تمام طيب نحن انتهينا من ال اتكلمنا عن البير اناليسيس اوكي حنجي نشوف الريفيرس اناليسيس. طيب الريفيرس اناليسيس ده اللي هو قال لك استيميتنج ماست بي كونكتد تو ذا ريسك مانجمنت ده هنا عنده علاقه بالريسك. تمام فالريفيرس ده بس نحن هنا حناخذ بس يعني حنحاول انه بس نعرفه معرفه عامه ما حنخش فيه غريب لحد ما نجي للحته بتاعت الريسك. في الريسك بعدها بتوضح لكم تماما يعني. لكن هو شنو؟ دائما مربوط لما انت تيجي تعمل ريفيرس اناليسيس لازم تربطها لازم تربطه بالريسك. طيب ده ليش شنو؟ برضه عشان انك انت بيساعدك تعرف الريسك وبيساعدك انك تكمل الريسك مانجمنت بلان. اوكي؟ الريسك مانجمنت بلان يا جماعه بتقلل لك الزمن بتاع بتقلل لك زمن نهايه الاكتيفيتي والكوست بتاعها. انت لما تكون عارف والله يا اخي انه انا لما يجي وقت معين كده واحد من العمال ديل ممكن ما يجي تمام فانت دي لازم تكون عامل ريفيرس ليها كويس لازم تكون انت عامل احتياطي ليها عشان بعدين ما تتورط وتقوم التاسك دي لو لان التاسك بتاعتك اول اكتيفيتي اللي انت شغال بها دي مثلا بي او سي مربوطه مع A ومربوطه مع الحاجات اللي بتيجي بعدها تمام فانت في لما تيجي تعمل ريفيرس دائما الريفيرس خلي شنو خلي يكون في فلكسبيليتي زي ما عسى احنا عملنا في الحته بتاعت لما جينا حسبنا الستاندرد ديفيشن لما طلع علينا 1.67 طوال عملناه يومين فهذه بتدينا شنو بتدينا 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 حته بتاعت فلكسبيليتي تمام وممكن يكون عندنا ليد تايم وحتى لو ظهر معانا لاكس نحن ستيل عندنا ريفيرس بنقدر نغطي اللاكس اللي حصل لنا ده تمام فالريفيرس اناليسيس ما 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 هي بس ابروش يعني ما ما ما, ما فيها ما فيها حسابات. ريسك مانجمنت سيف تايم اند موني طبعا دي حاجه تخلي كلهم عارفينها واعيين لها انك انت دائما لما تيجي تعمل ريسك مانجمنت بتعمل يعني بتكسب زمنك وبتكسب قروشك يعني لما تمشي لعامل ده كل شهر عشان تغير الزيت والفلاتر وتعمل هنا ده هم طبعا بنظافه لطيف جميل شويه كده بمعليين الازعار لكن بتريحك يعني تمام فهي دي الريسك اكزامبل للريسك مانجمنت. طيب اي بروجكت يا جماعه ماست هاف ريفيرس الريفيرس ده شنو عشان اكوموديت اي ريسك يعني لازم انت في الزمن يكون عندك بدل التاسك ده بياخذ منك مثلا يوم ونص خلاه يومين ما فارقه معك ما انت لسه في المرحله بتاعت البلان يعني الكاستمر ده لو قلت له والله يا اخي المشروع بتاعك ده بدل ينتهي في شهر اربع اسابيع شهر قول له بينتهي في خمسه اسابيع هو ما حي يعني ما في النهايه ما انت اللي بتدير المشروع تمام ما حيجي يقول لك لا اوكي اذا لا والله معناه ان احنا حنشيل قروي زياده حنضغط في الكواليتي زي ما شفنا قبل المثال في الكويس تمام فانت دائما لما تيجي تعمل البروجكت مانجمنت بلان بتاعتك لازم لما تيجي الحته بتاعت الاستيميشن بتاع الاكتيفيتيز خلي لك براح بتاع زمن لما تجي بتاعت في الحته بتاعت الكوست برضه خدت لك براح بتاع براح بتاع بتاع, بتاع في البودجت ده بريحك لو حصل اي ريسك انت بتكون في السيف سايد ويمكن يمكن دي احنا يا جماعه بنستعمله في حياتنا العاديه يعني انت يكون عندك مشوار مهم انترفيو ولا حاجه كده تمشي في وقت ابدر يعني عشان ما يكون ما تحصل لو العربيه عطلت لا قدر الله القطر اتاخر
الطياره تاخرت انت بتكون في سليم. هي نفس الفكره، انت دائما في البروجكت مانجمنت بلان بتاعتك لازم الحاجه دي انت تعمل لها انكلود. تمام. طيب نحن بنعمل ممكن واحد يا جماعه يشرح لنا اخر واحده دي لو مرض عليه قبل كده، محمد وسامه، محمد عثمان، محمد. السلام عليكم يا دكتور. اللي معليش انا بعتذر عن اي مداخلات لانه سايق الشارع. اوكي اوكي تمام تمام سلامة. ومتحرك عندي ماشي شغال يعني، هذا ماشي للكستم عندي حياة جارية فيها. اوكي تمام. بسمع من العربية فبعتذر عن الكل. ما في مشكلة. أسامة. أسامة. أيوه. تديك العافية. مر عليك الكونتينجنسي ريفيرس. ريفيرس تايم والله ما يعني ما مرت بثلاث كده، لكن في النهاية هم دائما بيعملوا بفر يعني، دائما في المشاريع بيعملوا احتياطي للتايم دائما حتى لو ما محتاجين لهم بيعملوا. بالضبط كده يعني، في انت في اي مشروع في اي اكتيفيتي اصلا طبعا الريفيرس بيبدا معاك 200 يعني. هي دي هي اللي هي يكون عندك ايام خدتيها انت خدتيها بوفر يعني، خدتيها كده يعني لو حصل اي حاجه تقوم يعني. في مرات بتجي بسي امطار مثلا، امطار فيضانات بتخلي الشغل يقف مثلا 15 يوم مثلا. بالضبط كده بالضبط كده، عشان لو حصل اي يعني هي ريزيرف ولا ريزيرف قصدك انت؟ نعم هي ريزيرف ولا ريزيرف؟ ريزيرف 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 اه ريزيرف. اذا ريزيرف احتياطي يعني. ريزيرف سوري أنا... ايوه انا بس لانه مكتوبه ريفيرس. اي معلش غلطه. انا لانه شغال بالسمع عشان كده سمعت ريفيرس، لكن الريزيرف هي اللي احتياطي. اوكي اوكي بتعمل... ايوه ريزيرف مضبوط. تمام تمام يديك العافيه. اوكي يا شباب. اوكي طيب دائما يعني دي الحاجات اللي انت دي معنى الريزيرف. الريزيرف اناليسيس في اي سؤال يا جماعه في الحته دي؟ أظن واضحة بتاعت الريزيرف أناليسيس يعني لازم يكون عندك احتياطي بتاع زمن واحتياطي بتاع كوست، ودي برضه حنجي نمر عليها في الـ في الـ في النكست بروسيس. تمام؟ ايوه سؤال سؤال دكتور سؤال. تفضل. انت عندك في السكجول بتحدد كل الاكتيفيتي كل الديوريشن بتاعتها. طيب أيوة. المفروض برضه انا برضه اراعي للسكوب بتاعي والتايم بتاع اللي عملته في الشارت مثلا، قلت المشروع حينتهي في سنه مثلا. ايوه. فانا ما عندي مثلا برضو عندي ما باخذ راحتي خالص يعني، لازم انا برضو اخلي المشروع بس ينتهي في السنه دي حتى لو انا باخذ في التاس، لكن لازم اعمل لها ملي احاول اعمل لها. لكن البخوت انه البروجكت اذا انتهي في سنه منه هم ده اللي مرات انت بتتفق معاهم في الشارتر لما تعمل السكجول طبعا. طيب انت ما في حاله زي دي انت لما تكون مثلا يعني خلاص انه والله داير ينتهي في سنه، معناه انت ارجع للكونسنتريت عندنا الزمن والكوست والسكوب. انت لو عايزه ينتهي في سنه معناه انت في سكوب يتقلل السكوب يتقلل يزيد الموني. ايوه بترفع يعني ترفع البادجت لسبب انه انت هي ميزانيه احتياطيه يعني انت او زمن احتياطي يعني، يا زمن احتياطي يا ميزانيه احتياطيه. بالضبط كده ايوه بالضبط كده. فانت انت حسب يعني حسب السكوب بتاعك وحسب الشارتر. اوكي انك انت والله يا اخي انا مثلا الزمن هنا بالنسبه لي ما فيه لعب. تمام. فعشان انه الزمن ده ما فيه لعب والله يا اخي السبونسر ده دفع قروش زياده او دفعناه على البروجكت ده قروش زياده. تمام خلاص انك انت دي الكونتينجنسي ريزيرف بتاعتك انه والله يا اخي الكونتينجنسي ريزيرف بتاعتي دي في الكوست. اوكي ما في الزمن. عشان كده يا جماعه الريزيرف اناليسيس والبيرت اناليسيس بنستعملوا الاستيميتنج بتاع الابروش ده بنستعمله في الزمن وفي الكوست لانه مربوطات مع بعض. فانت يا اما تضغط الزمن يا اما تضغط الكوست. اوكي تمام. طيب
نحن انتهينا من الحته بتاعت الاستيميت اكتيفيتيز ديوريشن. بليز يا جماعه عليكم الله ارجعوا ليها المحاضره اللي فاتت والقبليها دي الليله المحاضره الثالثه وبكره الرابعه، فارجعوا ليها راجعوها كويس لانه دي مربوطه مع الجايه مربوطه مع الكوست. فانت اذا دي فهمتها تمام بتجي ماري مرور يعني بتجي ماري بكل سهوله في الكوست مانجمنت. طيب يا دكتور معلش سؤال ممكن لو سمحت ولا بعدين؟ اه تفضل تفضل. في تاسك مرات بتكون مبرر مع بعض يعني بتكون ما ادري من ما بتمسك بشيء كده ماشي مع بعض. ايوه ودي احنا نحسبها كده، بس انت عندك اكثر اربع تاسك بيمشوا مع بعض في السيم تايم يعني في نفس الوقت في نفس الوقت. ايوه دي يلا دي ما حسب انت دي يلا بيرجعوا لشنو يا اسامه؟ بيرجعوا دي اللي بتعملهم يعني زي ما نحن ضربنا المثل بتاع الامس المثل بتاع الكهرباء والبياض تمام؟ انه انت يمكن تبدا الكهرباء والبياض في وقت واحد تمام؟ ديل اي واحد انت مقدر الاكتيفيتي بتاعته يعني انت لو عارف انه والله يا اخي البياض والكهرباء بيبدوا مع بعض ممكن انت تعمل ليهم تبداهم مع بعض، لكن ممكن النهايه تكون ما مع بعض، ممكن الكهرباء تنتهي قبل البياض وهي طبعا المفروض الكهرباء تنتهي لك قبل البياض ممكن ايوه. فانت لما تجيب النتيجه النهائيه كويس انه والله دي طلعت لك مثلا 5 يوم ودي طلعت لك 4 يوم لا ما بينفع، معناه انا امشي اغير في الـ اسمها شو ممكن اغير في المعادله بتاعتي، بدل مثلا الاوبتيمستيك اخليه 5 يوم هخليه 4 يوم تمام. طيب نحن بنجي هنا للحته بتاعت الديفلوب سكيدل. خلاص انا عملت البلان بتاعتي بلان سكيدل مانجمنت وعملت الديفاين اكتيفيتيز، حددت الاكتيفيتيز بتاعت المشروع بتاعتي كلها وربطت الاكتيفيتيز دي مع بعض وجيت عملت لها استيميشن. خلاص انا بقيت الحاجات عندي كلها جاهزه، بعد ده انا عايز اخدها في قالب بتاع يعني دوكيمنت او مثلا سوفت وير او حاجه كويس. فدي الحته بتاعت الديفلوب سكيدل اللي هي البروسيس اوف انالايزنج اكتيفيتي سيكونس ديوريشن ريسورسز ريكويرمنت اند سكيدول كونسنتريت. دي الحته بتاعت الاسامه اللي شيء بتاعت الزمن وبتاعت الموني تو كريت ذا بروجكت سكيدول موديل. خلاص انت وصلت للمرحله اللي هتيجي تحط الحاجات دي كلها في 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 حاجه واحده قدامك عشان تعرف انه والله اكتيفيتي اي دي بتاخد كم وبي وبعد ذلك عندنا حاجه اسمها كريتيكال باث. طيب طبعا بعد خلاص انت عندك الديتس بتبدا بتحط الديتس بتاعتك بتحط انه والله يا اخي التواريخ انه حنبدا يوم كده مجرد انت ما حطيت البدايه بعد الحاجات كلها حتمشي معاك سموث لانك بتكون عارف انه اي واحده من الاكتيفيتيز دي يومين دي 3 يوم دي 5 يوم دي كده يعني بعد ذاك الحاجات كلها بتسلسل لك مع بعض تمام. يا دكتور الشاشه ما فيها شير سوري ما بالله ما شايفين سوري طيب نرجع لها سريع. طيب دي الحته الديفلوب سكيدول يا جماعه اللي هي دي البروسيس انالايزنج اكتيفيتي سيكونسز ديوريشنز ريسورس ريكويرمنت اند سكيدول كونسنتريت تو كريت ذا بروجكت سكيدول. دي اللي هي انت خلاص حاجاتك كلها جاهزه الاكتيفيتيز بتاعتك عارفها وعملت ربطتها مع بعض وحددت لها الايام بتاعتها والريسورس ريكويرمنتس منو اللي هينفذ الحاجه دي كويس، هتعملها باي سوفت وير كويس، عشان شنو الحاجات دي كلها عشان تيجي تحطها في الجدول الزمني بتاع البروجكت تمام. بعد ده برضه زي ما قلت لكم الديتس واضحه جدا جدا اوكي. انت بعد ده خلاص عندك انه اي واحده من الاكتيفيتي دي بتاخد يومين بتاخد 3 يوم كده انت عرفتهم اوكي. مثلا بعد ده لو بديت يوم 1/6 كلها بعد الحاجات هتتسلسل معاك بطريقه سموز جدا جدا. استيميتس ار تايم بيست يعني دائما الاستيميتس مربوط بايام يعني كويس. مثلا اكتيفيتي A will take 3 days تمام. سكيدول از ذا كاليندر بيست يعني انت خلاص بتجيب الكاليندر بتاعتك اوكي. مثلا اكزامبل اكتيفيتي A will be performed between 13
15 فبراير باي جون باي جون باي جين سوري جون جين اللي هو الجين دي هتعمل لنا الاكتيفيتي اي هتبدا فيها 200 هتبدا فيها يوم 13 وهتنتهي فيها يوم 15 معناها الجين دي المفروض تعمل لنا الحاجه دي في 3 يوم تمام 3 يوم ولا يومين 13 14 15 صح ولا يومين هنا ما 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 يومين تمام يا شباب جود. طيب نجي نشوف سريع الانبوت والاوتبوت والتولز اند تكنيكس بتاعه الديفلوب از كده اوكي طبعا انت محتاج للبروجكت مانجمنت بلان محتاج للسكوب بيس محتاج للبروجكت دوكيمنت الاتريبيوت الاكتيفيتي اتريبيوت اوكي الاكتيفيتي اللي قبل شويه اتكلمنا عنها الاكتيفيتي ليد ليست الاسامشن لوك اللي قبل اتكلمنا عنه في الجروب اوكي اي حاجه متوقع تجهز لنهايه المشروع حاجه افتراض فرضيه تجد اخر المشروع زي ما محمد ضرب مثل بتاع الشارع انه شارع لو ما اتعمل المشروع ما يبدا لانه المشروع ده في حته جبليه اوكي او في غابه لو ما الشارع اتعمل اول البروجكت ده ما حيبدا فدي حاجه من دي واحده من اكزامبل للاسامشن فانت الاسامشن لوك بتاعك ده لازم يكون موجود البيسس او في استيميت اللي هو الاستيميت اللي عملناه شويه الديوريشن بتاع الاستيميت انه والله الاكتيفيتي دي بتاخد كده كده كويس ليسون لين مايل ستون عشان تحدد في الاكتيفيتي بتاعتك وين فيون اللي بتكون مايل ستون كويس بروجكت تيم اساينمنت جين هتعمل كده خالد هيعمل كده اسامه هيعمل كده نهاد هتعمل كده اوكي دي لازم تكون محدده الريسورس ريكويرمنت والريسورس كاليندرز انه الحاجات بتاعتك دي بتجي متين مثلا انا والله عندي مثلا العامل بتاع البياض بيجي يوم كده العامل بتاع الكهرباء هيجي يوم كده الريسورسز ذاتها هي هتيجي يوم كده لانك انت دي محتاجها عشان تعمل التايم تيبل تمام الريسك ريجستر انه لو في اي ريسك اوكي مفروض انك انت تكون عامل حسابه في التايم تيبل او انه اوريدي انت عملت له حساب في الاكتيفيتي فهنا في التايم تيبل بتيجي بتحدد انه والله الحته دي هيكون فيها ريسك مثلا الاكتيفيتي كده ادخلت لها لون مختلف باعتبار انه والله يا اخي دي مهمه جدا جدا دي الاكتيفيتي دي مانداتري الاكتيفيتي دي سوفت الاكتيفيتي دي اكسترنال الاكتيفيتي دي انترنال اوكي دي كلها اتكلمنا عنها قبل كده الاجريمنت عشان تكون عارف انه والله يا اخي في ديبندسي او في ديليفرابل مفروض تسهر في يوم كده اوكي دي بتكون كلها في الاجريمنتس يعني الاجريمنتس اللي انت عملته مع السبونسر في اول يوم تمام عندك اجريمنتس بتاع العمال ذاتهم عندك اجريمنتس بتاع الريسورسز اوكي فانت عشان تكون عارف انه والله يا اخي يوم كده الاسمنت هيجيبوا لي يوم مثلا بعد اسبوعين المفروض المغلق يرسل لي الحاجات بتاعت الكهرباء او السباكه او كده محتاج انتربرايز انفايرمنتال فاكتورز تكلمنا عنها والاورجنايزيشنال بروسيس اسيت التولز اند تكنيكس انت محتاج للسكادل نتورك اناليسيس محتاج لي حاجه اسمها الكريتيكال باث ميثود هتكلم عن الكريتيكال باث اللي راح اتكلم عنه بكره داتا اناليسيس وات اف سيناريوز اناليسيس ده برضه هنتكلم معاه بكره لانه برضه عايز وقت سيموليشن اتكلم عنها بكره ليدز اللاجز انت لازم تكون عارف انك عندك ليدز وين ده لازم يظهر لك من الاكتيفيتيز لما جيت عملت لها سيكونس وجيت عملت لها استيميشن بيظهر عندك وين الاكتيفيتي اللي بيكون فيها ليدز وين الاكتيفيتي اللي بيكون فيها لاجز بعد ذاك عندنا حاجه اسمها سكيدل كومبريشن انه متى احنا نضغط التايم الاكتيفيتيز بتاعتنا اوكي واللي هو ده مسميه كراش مثلا انت البروجكت سبونسر ده جاك في وقت كده قال لك يا اخي اسمع انا الحاجه دي دايره تخلص كده مثلا او الاكتيفيتي دي المفروض تخلص المهم حصلت حاجه انك انت تضطر تضغط اوكي ففي في تكنيك معينه انك انت بتين تضغط الاكتيفيتيز تضغط الوقت بتاعها باحتمال انه ما تتاثر الكواليتي ما تتاثر والبروجكت ينتهي في وقت كويس يعني تمام بعد ذاك عندنا البروجكت مانجمنت انفورميشن سيستم ده انت محتاج ليه عشان تديفلوب السكيدول اوكي دي حاجه عندها علاقه بالاي تي وعندنا الايجايل ريليس بلاننج اوكي دي هنتكلم عنها في محاضره بكره انت عايز شنو من البروسيس دي عايز السكيدول بيز لاين بتاعك
عايز البروجكت سكادل هو ذاته، عايز الداتا بتاعته، عايز الكالندرز بتاعت البروجكت. خلاص عرفت انه والله يوم 15 يوم 13 جينا حتيجي تبدا في الحته الفلانيه وتنتهي منها يوم 15، دي انت محتاج للكالندرز بتاعت البروجكت او الكي ديتس بتاعت البروجكت. بتعمل ابديت للبروجكت مانجمنت بلان، خلاص بتحط فيه السكيدل عمل جاهز بتحطه في البروجكت مانجمنت بلان بتاعتك. الكوست بيس لاين تمام حصل لها ابديت لانك انت عرفت والله انه في مثلا استيميشن حصل هنا، اوكي عملت استيميشن فول استيميشن لكل شيء. بعدين بتعمل برضو ابديت لاي حاجه هنا في الحته دي كويس، الاكتيفيتي اتريبيوت زي دوكمنت انت استعملتها هنا بتيجي تعمل لها ابديت هنا. تمام يا شباب، فكره سريعه كده عن الديفلوب سكيدول بروسيس تكلمنا عنها اظن قبل دي، جاتنا نقطه ثانيه اللي هي بس نفس الكلام اللي انا قلته قبل شويه. والسكيدول يا جماعه كالندر بيست زي ما اتفقنا يعني. تمام، في حاجه مهمه جدا جدا يا جماعه، في لما تيجي تعمل ديفلوب للسكيدول بتاعك انه يكون ايتريتيف، بيكون متداخل مع بعض. تمام، يعني زي ما شفنا انه والله تاسك A تاسك A بيبدا، بعدك عندنا تاسك B و C بيبداوا معاهم مع بعض. في عندنا مثلا تاسك D ما حتبدا الا لما B تنتهي. تمام، لكن عندنا مثلا F ممكن ما معتمده على B ومعتمده على C، ممكن تبدا في اي واحده من ديل انتهت بعدك ممكن دي تبدا طوالي. تمام، فحناخذ الامثله دي ان شاء الله في المحاضره بتاعت بكره. الحاجه دي يا جماعه بتحصل اللي هي الديفلوب سكيدول، ممكن مرات انت تحتاج تعدله في 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 اثناء ما البروجكت شغال ممكن تعدله. وتكلمنا على الحته دي يا جماعه، الحته بتاعت انه والله يا اخي عندنا مثلا ديتيلز بتاع تاسك معينه لسه ما الرؤيه ما اتضحت الا لما نكمل الحاجه القبليه. تمام، اول حاجه القريبه منها. بعد ذلك انت محتاج تعمل شنو يا جماعه؟ محتاج تراجع ال البروجكت تايمز. دي ما معناه انك انت بتقوم مثلا زي ما قلت لكم، مرات انت مثلا بيكون في اكتيفيتي A شغال فيها عامر، اكتيفيتي B شغال فيها خالد، اكتيفيتي C شغال فيها اسامه. فجاه انت احتجت لخالد ده في حته ثانيه، بتقوم بتحول اسامه تقول له انا عايز يشتغل لي B و C، بتودي خالد ده لحته ثانيه. دي هنا يا جماعه المقصود ده انه شنو؟ انه الديفلوب بتاع البروجكت دائما بيكون فيه دائما بيكون فيه يعني تداخلات، فانت لازم تكون واعي للحته دي تماما. بعد ذاك مجرد ما انه السكيدول ده كومبليت اوكي، والنت السكيدول نتورك اناليسيس اوكي، بعد ده بتبدا حاجه اسمها الكريتيكال باس. هتعرف وين الكريتيكال باس بتاع الـ بتاع الـ بتاع المشروع تمام بتاع البروجكت، وين تضغط السكيدول بتاعك اللي هو تعمل له كومبريس. في حاجه اسمها وات اف سيناريو اناليسيس، يعني لو حصل كده نحن المفروض نعمل شنو؟ اوكي؟ بعد ذاك في حاجه اسمها الريسورس ليبلنج، وعندنا حاجه اسمها الكريتيكال تشين ميثود. دي كلها يا جماعه هنيجي نتكلم عنها بكره ان شاء الله، هنتكلم عن الكريتيكال باث، هنتكلم عن السكيدول كومبريشن، وات اف سيناريو اناليسيس، ريسورسز ليبلنج، كريتيكال تشين والكنترول. ونتكلم اخر حاجه هنشوف انه نعمل في الحته بتاعت المونيتور اند كنترولنج كيف نعمل كنترول للسكيدول بتاعنا. السكيدول مانجمنت يا جماعه بروسيس كلها هي ما صعبه، لكن يعني زول لازم يقراب الترتيب وياخذ فيها وقت، لان من البدايه بتقع لك مره واحده ثانيه خلاص، يعني ما بتكون يعني احنا انا بتذكر الحاجه دي درسناها سنه 2009 لما كنت بعمل في البكالوريوس بتاعي في يوكي. احنا الحاجه دي كلها درسناها 2010، من الوقت ده كان مذكره تماما، يعني حتى لما جيت اعمل البي ام بي ما تعبت فيها كثير لانه كلها مريت عليها زمان يعني. فهي حاجات بتعرفها مره واحده ثانيه ما بتنسى. تمام يا شباب؟ تمام. I try my best انه المحاضره تكون قصيره وكده عشان ما يكون لانه الدنيا رمضان والناس بدات تتعب. لا لا جميله جميله جدا. لذيذ لذيذ. الله يديكم العافيه. اي سؤال اي اضافه شباب دارين تضيفوا حاجه؟ شباب دي يا جماعه معناها كلكم، ما معناه انه انا قاصد خالد بس.
ناس الصغار دي لا يمكن نحن مبسوطين نحن يا دكتور يوم اجمل الثمانيه في اي سؤال اي استفسار نرجع للفورمولا اللي عملناها قبل نعم اللايف الثاني والرابع ما عارف الفورمولا اللي عملناها للديوريشن الفورمولا عايز نرجع عليها اي بس لو سمحت معلش جدا جدا لا الكالكوليشن الاخير بس ما محتاجين اوكي تعال اكزامبل بس ايوه نعم انا عايز افهم بعد الاكتيفيتي رينج اللي هم ال 1.6 على السلاش دي مثلا 9 كده انا فهمت انا فهمت لحد معاك حد ستاندرد ديفينيشن دي اوكي طيب انت هنا الاكتيفيتي رينج بتاعتك شنو يا اسامه مش كده اسامه اوكي انت الاكتيفيتي بتاع الاكتيفيتي رينج بتاعتك اللي هي عندها بدايه وعندها نهايه تمام طيب انت هتوصل البدايه بتاعتها اللي هي بتجيب الـ يعني اشرح لك بمعنى ثاني كويس انك انت انا خلاص وصلت انه والله جيت الديستريبيوشن بتاعي ده الترينجلر 9 ايام كويس الترينجلر والبيتا دي اللي هي الرينج عشان تجيب الرينج والله يا اخي انه مثلا انا في النهايه الاكتيفيتي دي بتاعتي 5 يوم او 4 يوم انا باخذ هنا فيهم لانه شغله كله استيميت اوكي واضح. طيب واضح. انت اول حاجه جبت حسبت الترينجل هنا وحسبت البيتا وجيت حسبت الانحراف المعياري بتاعه تمام انت عشان تحدد البدايه والنهايه بتاعت الاكتيفيتي لما تجمع الانحراف المعياري للديستريبيوشن اوكي معناه انت بتوصل للمفروض دي النهايه بتاعت الاكتيفيتي لما تطرحه دي البدايه تمام يعني مثلا احنا هنا طرحنا 9 خليها 2 9 زائد 2 11 معناه انه في اليوم ال11 بتنتهي لي التاسك بتاعتي ده التقدير الاول التقدير البدايه بتاعتها انه 9 ناقص 2 معناها 7 تمام طيب انا عندي هنا كم قلت 11 11 ناقص 7 4 أربعة صح؟ أيوة طيب معناه الرينج بتاع الاكتيفيتي دي ممكن تاخذ لي 4 يوم عشان تنتهي نجي هنا بالبيتا طيب نشوفها كيف 8 زائد 2 10 تمام؟ تمام و 8 ناقص 2 6 تمام صح؟ 10 ناقص 6 4 معناها أنا الاكتيفيتي بتاعتي دي خلاص أنا تأكدت تماما إنها بالطريقتين يعني حسبتها لقيتها يعني دائما مفترض تكون نفس الفريق ده ولا ما تجي صدفه يعني؟ هي شوف هو حسب يعني غالبا بيكون هو نفسه غالبا ايوه في موست كيسز بيكون هو يعني اوكي بس البدايه بيكون مختلفه يعني البدايه بيكون مختلفه ايوه بدايه ونهايه مختلفه ده مرات شنو مرات انت بيكون عندك تو اكتيفيتيز البدايه بتاعتهم بتكون واحد لكن النهايه ما واحد ومرات العكس بتكون البدايه ما واحد لكن النهايه واحد تمام بس انا لخبطت الان النتيجه هي واحده ف يعني افتكرت انه في حاجه ما فهمت اوكي شكرا لك الله يديك العافيه اي سؤال يا شباب لو ما في سؤال انتهينا الليله و الكويزز بكره الكويز حتكون شكلها مختلف شويه بس حديكم حاجات كده بس تحسبوها يعني ما حيكون فيها اسئله وحيكون بس حيكون مسائل يعني كويس عشان تحسبوا مثلا الاكتيفيتي A بتنتهي 200 وال B بتنتهي 200 وكده يعني اوكي يا شباب الله اوكي اسامة عمل تشيك للبي دي اف لو ما لقيت على قبل ارسل لي عشان ارسل لك اللينك عمل لي تشيك ان شاء الله وارسل لك بعد شوي خلاص خلاص اوكي تمام دكتور يديكم العافيه يا شباب كتر خيركم كلكم جزاكم الله خير شكرا
الله يكرمك يا شكرا لك، جزاك الله خير. الله يعافيك، جزاك الله خير. الله يسلمك، مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. شكرا لك يا دكتور، الله يكرمك.